صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ بي سي اي. طبعا الحدث منذ يوم أمس وحتى اليوم وأيضا في الأيام المقبلة هو استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وتداعيات هذه الاستقالة وما سينجم عنها، وما إذا كان سيكون هناك بالإمكان من تكليف شخصية سنية أخرى لتشكيل حكومة جديدة، وكيف ستكون المواقف من كل هذه المستجدات والتطورات، لسيما مع المواقف الضاغطة التي تقول بأنه يعني يجب أن تحصل مواجهة في لبنان، مواجهة سياسية من أجل يعني رفع يد حزب الله عن لبنان، كما جاء في كل يعني التصريحات والتوجيهات السعودية، إضافة إلى غيرها من التصريحات والقرارات، ولا سيما ما هو مرتقب ومتوقع من عقوبات أمريكية تجاه حزب الله. بهالحلقة من نهاركم سعيد رح نستضيف القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. أهلا وسهلا فيك بالـ بي سي اي. نهارك سعيد. يعني دكتور علوش، حسب ما عرفت أنا أنه أنت أول واحد عرفت باستقالة الرئيس سعد الحريري قبل ما حدا يعرف. مبدئيا صبت بالذهول، يعني اتصلوا فيني تلفزيون عربي أساسي وقال لي أنه بعد شوي الرئيس الحريري بده يقول بيان استقالته. فبلشنا بالتعليق على الموضوع وأنا حذر كتير، يعني اعتبرت من البداية أنه هيدي نوع من الخبطة السياسية أو استدراج سياسي أو ربما فرضية غير صحيحة، فكنت حذر لحوالي 5 دقائق أو 10 دقائق إلى أن خرج الرئيس الحريري وطلع مباشرة على الهواء وبلش يحكي البيان. يعني اتصلوا فيك يعني قبل ما حتى يحطوا أول خبر أنه استقال الرئيس الحريري؟ لا، كانوا حاطين المانشيت، فأنا اعتبرت أنه فرضية غير منطقية، اعتبرت أنه، لكن كونه من يعني من العربية بالذات اعتبرت أنه احتمال كبير هالشي. لكن كتير أحيان نحن أوقات بيطلع خبر بالأول بتفكروا أنه هو خبر حقيقي، لكن بعد شوي بتلاقي أنه ربما يفكر بالاستقالة أو شيء من هالنوع هذا. فطبعا المفاجأة كانت بالنسبة لي على الأقل واضحة كبيرة، على الرغم من أني ما كنت مستغربة، يعني ما شعرت أنه في استغراب، لكن أنه تحدث بهاللحظة هذه بشكل مفاجئ بدون أي مقدمات، خاصة أنه نحن مسألة الاستقالة كانت موجودة بخلفيتنا بنقاشاتنا، أنه في حال شو الظروف اللي ممكن تؤدي إلى استقالة الرئيس الحريري، هل صحيح هذا ولا لا؟ يعني صار نقاش بتيار المستقبل مع الرئيس سعد الحريري بمسألة الاستقالة؟ من أول يوم، من أول يوم، يعني حتى قبل إعلان الحكومة هيدي كانت دائما أنه هذا الخيار هل هو موجود في حال كانت ظروف معينة أدت إلى الوضع ولا لا. طبعا أي تيار سياسي أو حزب سياسي دائما بيبحث الخيارات الموجودة قدامه مسبقا، أنه شو تداعياتها أو كيف لح تكون، فهيدا جزء من النقاش أو كان الجدل الفرضي أكثر ما هو كان مسألة مطروحة بهذه اللحظة. أنت يعني آخر مرة جرى نقاش بمسألة الاستقالة بينكم وبين الرئيس الحريري؟ بتصور أنه على مدى الأشهر الماضية نحن على الأقل كمكتب سياسي ما انطرحت الأمور، ما انطرحت، كانت مطروحة، بالعكس الجدل حول برامج الحكومة والمشاريع وكيفية كل واحد يحكي عن منطقته شو اللي بحاجة له، كيفية تأمين أقصى ما يمكن من الخدمات للمنطقة اللي هو فيها. نحن بالنسبة لنا طرابلس الجدل كان عن قضية طرابلس عاصمة اقتصادية، هل ممكن تحقيقه أو لا، كل هذه الأمور كانت باتجاه يعني كيفية تطوير العمل الحكومي باتجاه المناطق وباتجاه كل وحدة وتأثيرها. طبعا بطبيعة الحال نحن تيار سياسي يمارس السياسة من الباب الديمقراطي ومن الباب البرلماني، فكيفية تأمين يعني الانتخابات القادمة، كيفية تحسين وضع تيار المستقبل، لكن ابدا ولا باي لحظه على الاقل بالاشهر الماضيه انطرحت الاستقاله. يعني اتت هذه الاستقاله من خارج السياق الذي كان يسير فيه تيار المستقبل، من خارج السياق اللي الامور بالبلد كلها سوا كانت ماشيه فيه، الا حقيقه الحذر كان خلال الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي جمله من الامور تراكمت، وبالاخص انا شعرت بال يعني بالخطر الاكبر هو بكلام ولايتي على باب رئاسة الحكومة. التصريح كان قاسي وعمليا محرج كتير للرئيس الحريري، خاصة أنه يطلع من هالمكان هيدا.
طبعا الكلام اللي قاله روحاني كان ايضا يعني وضع صعب، واذا نتذكر انه رئيس الحريري استنكر ولكن بشكل دبلوماسي وبعيد كل البعد عن روح الاندفاع، لكن كلام ولايتي كان شديد الخطورة، يعني اعلان انتصار ما يسمى معسكر الممانعة من في لبنان وسوريا والعراق طبعا عمليا هذا اللي عمل لك إيه؟ انه انا هيدي المنظومة كلها تسوى اصبحت تحت سلطي وتحت سلطة قائد واحد جامع للشرائط اللي عمليا هيدا الولي الفقيه. فهيدا بالتأكيد اول شيء لتيار المستقبل لسعد الحريري لجمهوره ولقوا 14 ايدار مثل طبعا هذا يعني مثل اعلان الاستسلام الكامل، وبالاضافه الى المحور اللي او على الاقل التحالفات والصداقات والمصلحه الحقيقه للبنان تاريخيا والان وبالمستقبل، فايضا هيدا نوع من الاحراج الكبير. هون انا حقيقه شعرت بنوع من الخطر واعتبرت انه كيف بدها تكون رده فعل الرئيس الحريري على هيك موقف، وما هيدا كله ما خطر على بالي انه الاستقاله تكون هي الخيار. طب هل صحيح انه جرى نقاش في تيار المستقبل او بفريق الرئيس سعد الحريري حول ما اذا كان يستقبل ولايتي او لا يستقبل ولايتي، وانه كان الجواب هذه الزياره كانت مقرره من قبل؟ نحن يعني كمكتب سياسي لم ندخل بهذا النقاش، لانه عمليا في فريق العمل المقرب من الرئيس الحريري على الارجح ناقشوا هيدي النقطه. لكن بالمقابل ربما كان بحاجه انه يحدث هاللقاء لحتى يعني تستشرف شو هي الكلام اللي بده ينقال، ان كان خارج الاعلام لانه عمليا اكيد في نقاش حدث، وربما الكلام اللي انقال خارج الاعلام كان ايضا بالاهميه ذاتها او ربما اقسى، ما بعرف بالضبط شو اللي كان. فلهيك عمليا لا، انا برايي كانت هذا اللقاء ضروري يصير لحتى ياخذ خياراته الرئيس سعد الحريري. يعني السبب الذي دفع الرئيس سعد الحريري للاستقاله طبعا في تراكمات سابقه مثل ما عم يقال، بس ولكن الشراره هي تصريح ولايتي. انا ما بدي افترض هالشيء هذا حقيقه، لانه عمليا لو تصريح معزول كان بيرد عليه بتصريح معزول. اما الخيار للاستقاله انا بعتبره انه تراكم تجربه على مدى السنه الماضيه، اصطفاف هائل على المستوى الدولي والاقليمي، ووصول الامور الى مرحله اللا عودة بكتير من التصاريح على الأقل. أنا بعرف ما في شيء اسمه لا عودة، يعني دائما أي صراع مهما بلغت دمويته، ما الحرب العالمية الثانية والدمار اللي صار بالنهاية انتهى بتسويات. يعني حتى مع ألمانيا النازية المهزومة ولا ما هنالك انتهى بتسويات أدت إلى أنه ألمانيا صارت بعد 10 سنوات ألمانيا أيدناور بلد يسير نحو العظمة من ناحية الاقتصاد وغيره. فلهيك نعم أنا ما بعتبر أنه في شيء محطت لا، لكن تراكمات اللي حصلت والاصطفاف المتزايد والخيارات اللي ما بقى فيك أنك توقف وتتطلع وتتفرج وتقول أنا نعامة بدفش راسي بالتراب واللي بده يصير أدت إلى أن الرئيس الحريري يأخذ خياراته بهاللحظة. أنتوا يلي بسموكم الصقور بتيار المستقبل يعني مرتاحين إلى هذه الخطوة كما يبدو، لأنه بتعتبروا أنه وافقتوا على مضض على خيارات الرئيس الحريري يمكن من وقت السين سين لليوم. لك أنا من الناس اللي ما بعرف شو هو الصقر وشو هو الحمائم وإلى ما هنالك، لكن عمليا بعض الأحيان الخيارات الحمائمية قد تكون صقورية أكثر من، لأنه أنا اعتبرت أنه حتى خيار الذهاب إلى التسوية الرئاسية والذهاب إلى الخيارات اللي قام فيها الرئيس الحريري على مدى السنة الماضية ما كانت من موقع الاستسلام، لبل من موقع المقاومة، من موقع الاستمرار، خاصة قناعاتنا وهذه النقاش كان دائما ونحن صرحنا فيه بأكثر من مناسبة،
أنه خيار انتخاب العماد ميشيل عون لم يكن واردا عند حزب الله. الخيار الأول كان استمرار الفراغ إلى حين تأتي التسويات الإقليمية ويكون حزب الله هو القوة الوحيدة الموجودة على الأراضي اللبنانية لا يأخذ القرار عن الدولة. وبصراحة لو وصلنا لهالنقطة هيدي ما بعرف إمتى اللي حتجي، لكن بدها تجي بوقت من الأوقات. والبلد ما في رأي جمهورية، مجلس نواب فاقد للشرعية، حكومة عمليا تصرف أعمال بدون أي سند قانوني، لكن في قوة وحيدة مسلحة منظمة ممولة ولديها قرار سياسي موحد على الأرض اللبنانية. كان حزب الله هو من سيأخذ القرار عن لبنان بهيدك اللحظة. خيار اختيار أو الذهاب إلى المؤلم، خيار مؤلم شعبيا. خليني أقول لك يعني الرئيس الحريري الجروح اللي تلقاها بسبب هذه التسوية على المستوى القاعدة اللي موجود فيها تيار المستقبل كانت هائلة، وعمليا جروح خطيرة، وكان في عنا هاجس أساسي انه كيف الخروج او كيف اندمال هالجروح هيدي بعد هالخيار هيدا. وما هذا كله أخده، انا من الناس اللي اقتنعوا مباشرة، وربما حتى كان رأيي قبل ما يختاروا الرئيس الحريري، انه علينا التفاهم مع القوات اللبنانيه بشكل كامل حتى نقدر نروح على الخيار. والخيار الوحيد يعني اذا كان بين سليمان فرنجي وبين ميشيل عون، كان الخيار الوحيد انه نحافظ على صداقتنا وتحالفنا وتفاهمنا مع القوات اللبنانيه بهالخيار هيدا، افضل من ان نروح على الخيار الاخر. بس يعني الم يكن يدرك الرئيس سعد الحريري في ذاك الوقت يعني عندما حصلت هذه التسويه يعني إنه حزب الله لن يتراجع عن المشروع الذي يقوم به في لبنان والمنطقة، وأنه التدخل الإيراني عبر حزب الله لن يتوقف، وأنه إيران ستحاول يعني أن تفرض سيطرتها على المنطقة وهي موجودة في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها وغيرها وغيرها. طب كان يدرك لكل هذه الأمور، هل كان باستطاعته أنه يغير شيء؟ الشيء اللي كان عم يسعى له الرئيس الحريري هي مثل ما قلت أنه أول شيء نكون سدة الرئاسة موجودة، يعني فيها رئيس، أن يكون في حكومة، والسعي إلى تثبيت وجود الدولة اللبنانية كدولة لبنانية. هذا عمليا بيخفف من قدرة حزب الله على التحكم بالوضع بشكل أكبر. رئيس الحريري على الرغم أنه بالبداية كان يعني بال 2005 إلى 2008 ربما كان بيعتقد انه ممكن تغيير سلوك حزب الله. انا بشكل شخصي كنت مقتنع من اليوم الاول او على الاقل من بداية 2006 انه حزب الله بعقيدته التي تستند يعني الى قناعات لا يمكن ردها، خاصة انه انا مررت بتجربة عقائدية بشبابي، بعرف انه العقائدي ما في تسوية معه، في يعني تسوية مواجهة. ايه ما هو المواجهة لعدة وسائل، نحن اصلا انت المواجهة تفرض عليك مش بس بخياراتك، بالخيارات المتاحة. انا مقتنع تماما انه حزب مثل حزب الله لا يمكن تغيير خياراته الا بنفس القوة اللي بتأدي الى زواله، يعني اما بزوال المصدر مثل ما صار. خلينا نذكرك بالاتحاد السوفيتي شو اللي انهى قوات العقائدية الشيوعية بالعالم كلها تسوى وتحولت إلى أحزاب تمارس نوع من السياسة. أوكي، انهيار الاتحاد السوفيتي. انهيار الاتحاد السوفيتي. إما المصدر يقرر أنه أما أن تنهار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا مش أو تتغير سلوكها. يعني يمكن تقول أني أنا أقتنع يعني بأنه أنا الحلم العقائدي والأسطورة اللي بين علي سيطرتي أنه لن تتحقق. وهذا قد يحدث، ما هو شيء مستحيل بهاللحظة هيدي، يمكن نشوفه مستحيل، لكن بعد 5 سنين أو 3 سنين أو سنة أو شهرين ما حدا بيعرف شو الحدث اللي بده يصير. جدار برلين قبل ب3 أيام اللي قال إنه بده ينزلوا الشباب وبلشوا يكسروا فيه، ما كان حدا خاطر على باله إنه هالشيء رح يصير، على الرغم من إنه بوادر انهيار الاتحاد السوفيتي كانت واضحة على مدى 10 سنوات من وقت حرب أفغانستان. مبدأ الأساسي أنه حزب الله إما هو فيلق بالحرس الثوري، بده يصاب بهزيمة ساحقة ماحقة لحتى تنهي
بمكان الأمكنة، أو بدأ الأوامر أو القيادة المركزية تبعته تقول أنه أنا تغيرت سياستي أو تغيرت. وحقيقة اللي عملته إيران على مدى يعني من سنة، خليني أقول مش من 79، خليني أقول من 85 وطلوع، قدرت بعد يعني الحرب الضروس اللي دارت بينه وبين العراق، ومعظم التقارير بتقول عدة مئات ألاف من الإيرانيين قتلوا بهالحرب هيدي. إذا بتطلع شو اللي صار من بعد الحرب العربية أو العراقية الإيرانية، تحولت إيران من القتال المباشر بأدواتها وبسلاحها وبجنودها وبإيرانيين إلى القتال بجنود الآخرين. يعني إذا نلاحظ على مدى من وقت انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وعمليا من سنة من التسعينات أو آخر التسعينات والألفين وطلوع، منلاقي أنه الحرس الثوري تمدد ليصبح جزء كبير من جنوده. أنا بعتقد هلأ بهاللحظة هيدي عدد المقاتلين بالحرس الثوري الإيراني من العرب يساوي نفس العدد ذاته من الإيرانيين. وقالوها هن صرحوها، هناك 200,000 عرب وطبعا أفغان وأوزبكيين وإلى ما هنالك. فالمبدأ اللي صار هو القتال أول شيء بأرض الخصم، والخصم هو الدول العربية المحيطة فيه، واستخدام أيضا الأبناء المناطق هيدي للقتال. وأنا برأيي أنه نجحوا بهالقصة هيدي بشكل واضح بالعراق، باليمن، بسوريا وبلبنان. طيب هل ترك الرئيس الحريري وحيدا بمسألة الاستقالة؟ بارح الدكتور سمير جعجع بيقول أنه في ناس مستغربين أنه كيف استقال الرئيس الحريري. أنا بستغرب كيف ما استقال قبل هلأ، لأنه اللي صار بالأشهر الأخيرة ما حدا بيقدر، يعني ما حدا عنده كرامة بيقدر يتحمله. بقى هل ترك الرئيس حريري بالفعل وحيدا في هذه المسألة؟ هلأ خليني أكد على أنه اللي عم يقوله الدكتور سمير جعجع مش مرتبط فقط بمسألة حزب الله، ولكن أيضا مرتبط بالتصرف وكيل رئيس الجمهورية في الحكومة، يعني الوزير جبران بس. نعم حقيقة في كتير شغلات أنا أصب بالذهول فيها، أنه ما في شيء حتى بالوزارات كلها سوا بيقدر يمشي بدون ما يكون في يد لتيار الوطني الحر عليه. فهذا الجزء كمان أزعج كتير القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع، بالإضافة إلى بس كان مزعج للرئيس الحريري هذا الجزء؟ طبعا كان مزعج جدا ومتعب جدا، خاصة بدي أقول لك الارتدادات بجمهور تيار المستقبل، أنه في شعور أنه خلص، أنه من جهة سلمت عسكريا وسياسيا وأمنيا لحزب الله، ومن الجهة الثانية بابتزاز متبادل، يعني الوقوع بين ابتزازين، انه انا بروح لهونيك اكتر ولا بيجي لهون اكتر، وبالوقت ذاته سلمت كل الادارة وكل الشغل. وهذا طبعا انطباع الناس، انا ما بدي اقول انه هذا الحقيقة اللي صايرة، انا بعرف انه الحقيقة من دقيقة بهالشكل هذا، لكن الانطباع عند الناس هو أهم بكتير من الحقيقة. انطباع الناس أنه هيك الوضع. بس حتى كمان كان في كلام بيطلع أنه في توافق على المصالح بين تيار المستقبل أو بعض المسؤولين والقيادات بتيار المستقبل والمسؤولين والقيادات بالتيار الوطني الحر على أمور كتيرة بالدولة. طبعا هيدا كمان انطباع، مسألة الكهرباء، مسألة الاتصالات وكل المسائل صحيح. الأخرى يعني هيدا انطباع، هيدا كلام كان يتردد، كلام يتردد وهو انطباع. عمليا إذا كانت هذه المصالح لهالقد ضرورية، كانت الرئيس الحريري ما المفروض أنه يستقيل. هذا المبدأ الأساسي. عمليا كل شيء كان عم يحاول يعمله سعد الحريري على مدى السنة الماضية هي استمرار الأكسجين على قلب الدولة بتسويات. نعم هناك تسويات، وبقول لك بكل بساطة تاريخ الدولة اللبنانية بني على الشيء هيدا. هيدي اللي بسموها الشراكة الوطنية، حبيبي أنا سميتها شركة وطنية مساهمة. فيها مساهمين بموجودين فيها، وعمليا كمان إذا بدنا نرجع على الوعد بالإصلاح والوعد بالتغيير،
أدى إلى قول قيادات الإصلاح والتغيير أنه أنتوا أكلتوا من الدولة على مدى عقود، هلأ جاء دورنا. يعني هيدي سمعتها تتردد بشكل فظيع وفاضح بهالأشهر الماضية والسنوات الماضية على لسان الكثير من المسؤولين بمن يأمن هو آت لإصلاح البلد بكل الوقت. لأنه عمليا خليني أكد على أنه تركيبة الأساسية اللي انبنى عليها لبنان هي تركيبة فارطة من أساسها، وكل المحاولات الإصلاحية اللي مرقت على مدى العهود، وبالأخص أنا بأكد على نقطة المركزية كان سنة 58 وقت مجيء اللي وقف فؤاد الشهاب على الحكم في لبنان، بلش بثلاث سنين عمل مؤسسات وحاول أنه يغير بتركيبة العلاقات من شركة إلى دولة، من شركة مساهمة إلى دولة. أجى الانقلاب بعتقد 61 أو 62 وأدى إلى تسليم الدولة من جديد إلى مركز قوى اللي هو المكتب الثاني، والخروج والعودة أيضا حتى عمليا في حرد كتير من الطوائف. كان يجي كل زعيم طائفي بهيداك الوقت، حتى اللي كانوا يساريين بيناتهم ويحكوا باليسار يفوتوا بشؤون الشرق الأوسط كلها تسوى. بالنهاية حقيقة بتقدر كان ترضي بتعيين مدير عام وتعيين سفير وتعيين على القضايا هذه. هذا المنطق بعده هو القائم، وهذا الحكم على مدى السنة الماضية أيضا مارس الطريقة ذاتها. بيقولوا لك أنه طالما الدولة ماشية بالشكل هذا نحن من مارس، وبس يجي الوقت الإصلاح من صلح. بأكد لك أنه طالما هذا هو العقلية وهذا هو الممارسة سوف تستمر إلى أبد الأبدين، لكن ما بعرف إذا لبنان بيقدر يستمر بهالحالة. طيب يعني عم تحكي عن أسباب استقالة الرئيس سعد الحريري، طيب كمان يعني استقالة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، وكأنه هذه الاستقالة فرضت عليه من قبل المملكة العربية السعودية، وكمان يعني في أجواء سبقت هذه الاستقالة، يعني تصريحات وتغريدات الوزير ثامر السبهان كانت واضحة، يعني أين الشعب أين الحكومة مما يقوم به حزب الله، طب هودي أمور كمان كانت واضحة. الجو عندما ذهب الرئيس الحريري في خلال أسبوع واحد مرتين إلى المملكة العربية السعودية، الجو في أول زيارة يبدو أنه كان مختلف، وأنه كان هناك تطمينات الرئيس سعد الحريري، وكان هناك تأكيد على الاستقرار، وكان هناك أنه الأمور بتكمل وبعدين بنشوف شو بيصير. وفجأة في خلال ساعات تنقلب الأمور ويعلن الرئيس سعد الحريري الاستقالة من المملكة العربية السعودية. هل فرضت عليه هذه الاستقالة سعوديا؟ أنا يعني ما بدي حاول دافع بالأعمى عن هالموقف هيدا. أنا الانطباع اللي عندي هو بهالشكل هيدا، رجع يعني راح الرئيس الحريري استطلع الأمور، التقى مع الوزير السبان، التقى مع ولي العهد، وبالتأكيد عطوه معطيات معينة، أخذ هالمعطيات هيدي وإجا وطرحها مع بعض الناس. ما بعرف إذا يعني في لقاءات صارت بدون ما يكون معلنة أكيد بهالفترة هيدي، وأحس أنه في ردة فعل غير إيجابية ولن تؤدي إلى أي نتيجة. فلهيك وطبعا جرى الحديث عن اكتشاف محاولة اغتيال وإلى ما هنالك، هالقضايا هيدي كلها أنا بعتبرها ثانوية بالنسبة للرؤية العامة. على الأرجح إجا بمعطيات قول أنه البلد سيتعرض إلى خضة إلى هزة إلى شيء من بسبب الاصطفاف القائم بهاللحظة هيدي، إن كان من تعلية اللهجة السعودية اللي قد تؤدي إلى نتائج معينة على المستوى المباشر، وإن كان من العقوبات اللي بعد رايحة باتجاهات ما بنعرف لوين، وتقريبا تصرف مع الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وحزب الله هو جزء من الحرس الثوري وبالأساس أصلا مصنف إرهابي. منظمة إرهابي. إذن في إجا بنقاط معينة ربما هي بتقدر تخفف نوعا ما الأذى عن لبنان اللي هو الهاجس الأساسي. مش نائب النفس هذا إذا كانت الأمور هيك، يعني مش نائب النفس عما يمكن أن يحصل للبنان أو ما يمكن أن يحصل لحزب الله في لبنان.
كيف بدك تنقى بنفسك وانت عمليا بقلب المعركة؟ بموقع المسؤولية الشرطة بإيدكم. لا هذا بالنهاية ورقة ضغط إضافية انه انا ما فيني يكون بهالمحل هيدا وده اللي عم قاتل ودافع عن هالوضع الشاذ القائم. يعني بالنهاية انا ما بنسى ابدا بلحظة من اللحظات كنت بحرب تموز سنة 2006 اول واحد طلع وطحش على حزب الله بشكل واضح وقاسي بالبلد كلها تسوى. يمكن كنت انا حتى بدون ما اكون مناقش الموضوع مع الرئيس الحريري وحتى لامني بهيداك الوقت عليه. بيجي مجموعة في عضو بالمكتب السياسي بحزب الله ومسؤول حزب الله بقلب طرابلس لانه بهيداك الوقت كانت حزب الله وحزب مقاومة بقلب المدينة. بيجوا لعندي على البيت فبيقولوا لي انت عم تزيد علينا تاريخك المقاوم ما بيسمح لك والدك شو كان وإلخ إلخ إلخ. فقلت له طيب هذا البلد قدامنا عم يتدمر مين بده يرجع يدم مين بده يرجع يعمره؟ تعرف شو قال لي؟ قال لي حكومتنا شاطرة رئيس السنيورة بكرة بيروح بيشحد لا يعمر لبنان. يعني بهيديك اللحظة اللي قالوا يمكن صحيح وهذا اللي صار بعدين بالنهاية. أنا اللي قلت له قلت له أنتوا عم تحكوا على الكرامة والعزة، الشحادة هي كرامة وعزة، وإذا أنت جيت طلبت من الناس اللي بدك تاخد منه المال ما هيدا استرهان لخيارات هيدي الدول. هذا اللي قلته. بهيديك الوقت كان ممكن حدا يجي يقول أنه إيه إذا فوت لبنان بالحيط بيجي مين يساعده. هلأ ما بقى في حدا يساعدنا، ما بقى حدا بيقدر يقف معنا، حتى لو رغب ما بقى عنده المال لحتى يقدر يعمل هالشي هيدا. فلهيك عمليا خيار كان بهالشكل هيدا ليقول انه وقفوا عند مسؤولياتكم، ما بقى فينا نلعب على الحبال مثل ما بنعمل عادة. طب يعني لماذا لم يعلن هذه الاستقالة من بيروت؟ ألم يكن بالإمكان العودة وإعلان الاستقالة؟ هل فعلا انه مسألة المعلومات اللي انحكى عن تشويش على الأجهزة، أجهزة الحماية معه وأنه كان تدبر له محاولة اغتيال، ومبارح الوزير السبهان بيقول أنه الرئيس سعد الحريري بيرجع على لبنان بيقدر يرجع على لبنان، هذا بلده والسعودية بلده، بس نحن لا نريد أن نرى المشهد أو المشاهد التي رأيناها عند اغتيال الرئيس سمير رئيس البطل رفيق الحريري. أنا ما فيني جاوب عن النقطة هذه بالذات لأنه ما عندي معلومات. ربما السبب الرئيسي هو هاي الشيء هيدا. سعد الحريري ببيته بالسعودية، العلم اللبناني هو اللي كان وراه فقط لا غير. فعمليا ما يعني قال بهالشكل هيدا واتقصد انه يقوله بهالشكل. هل السبب الامني هو اللي دفعه لهالشي؟ ما بعرف. هل السبب موقف معين ليأكد انه انا اذا بده يكون في اصطفافات بهالمنطقة هيدي اكيد ما لحكون بالجانب الايراني؟ كمان ما بعرف كوني هلأ رئيس حكومة مستقيل. المبدأ الأساسي أنه هالشي حصل. أنا بطبيعة الحال كنت أفضل أن نكون نحن حوله واقفين كلنا سوا، تيار مستقبل ونواب ومحاسبين وأيضا لبنانيين مؤيدين لهالخطوة هذه يكونوا حوله مثل ما عمل سنة 2011 وقت اللي فرضت الاستقالة، لكن هالشي ما حصل بالشكل لح يدل كتير ناس تحكي عنه وتقول هذا دليل. حتى في ناس ذهبوا انه في الإقامة الجبرية والسعوديين هم من فرضوا عليه هذه الأمور، حتى في بعض الناس قاموا راحوا ربطوها بما يجري حاليا داخل المملكة من توقيف بعض الأمراء وبعض الوزراء وبعض المسؤولين. يعني إلى هذه الدرجة وصلت الأمور، لأنه يمكن في بعض الغموض أحاط بي 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 بهذا الموضوع، بالرغم من أنه الرئيس الحريري وضح عدة نقاط مبارح إلى علاقة بها الموضوع. خلينا ننتظر الأيام اللي جاية لتأكد غير هالحديث هيدا طبيعي، وأنا بعرف تماما أنه الحديث تماما مخالف، لكن بتعرف نحن منسولف كتير بطبيعتنا ومنبني أمور ومنبني أصور وإقامة جبرية وأجبر وإلى آخره. طيب خلينا ننطر على الأقل الأيام اللي جايين لنشوف إذا الكلام صحيح. أنا بتأمل وبعتقد أنه رئيس الحريري رح يكون بلبنان، وعمليا إذا كان في حقيقة محاذير أمنية، محاذير أمنية موجودة ولحد الآن موجودة، وعمليا
لكن ما بيقدر يقود المقاومة ضد الاحتلال القائم الإيراني إلا ما يكون موجود على الأرض. هذا الرأي بالموضوع. هنأخذ أول بريك إعلاني ومنتبه نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من LBCI مع القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. في هيك بعض الأسئلة اللي بعطوهم المواطنين في كلود شايب، ما بتسأل عن قصة محاولة انه الكلام اللي طلع عن محاولة اغتيال الرئيس حريري، وانه شعبة المعلومات نفت انه يكون هي عندها معلومات بهالإطار. في كمان عندي تعليق لانه ما بعرف اصلا قلت عنه حكيت يعني. في امير خوري بيقول لو جبران باسيل قدم استقالته من طهران شو كان بيكون تعليقك؟ يعني مركز الطبيعي هونيك. طيب في كمان اولى اندراوس بيقول هل سيتم ادراج سعودي اوجيه بتحقيقات تتعلق بالفساد، وهل رئيسنا حر طليق في السعوديه؟ كمان يعني بعتقد الايام الجايه اللي حتقول، واذا سعودي اوجيه فايته بمساله الفساد لازم تحكم. كمان في احمد الحسيني بيقول انه النظام السوري حكم لبنان 30 سنه، في حدا طلع على عنجر مش على سوريا قدم استقالته من فوق، انه شو ردك على هالشيء؟ كمان برجع بقول لك ما ماني يعني تعليقات خارج السياق، بس خلينا نقول انه الامور بظروفها. انا بدي اطلع من الشكليات اللي هي عمليا مهمه، ما في شك، انا ما بقول انه كلها لها رمزياتها، لكن عم نتغاضى عن الصوره الكبرى اللي هي انه حقيقه اول شيء لبنان تعتبر ايران انه هو مستعمره، والكلام اصبح واضح بالخصوص هيدا. حزب الله يتصرف بلبنان على أساس هو وكيل إيران في لبنان، هيدا الواضحة الصورة، هيدا من ناحية هيدا. الأمور مش ماشية مصلحة البلد. أنا لحلك شغلي بكل وضوح، أنا خارج من قصة الأوهام تبعت القومية وتبعت المذهب وتبعت هالقصص هيدا، أنا فرعني معي شو مذهبه اللي حاكم. هل مصلحة لبنان أن يكون منصة لإطلاق صواريخ ويتلقى الصواريخ؟ هل مصلحة لبنان بهاللحظة هيدي انه يكون تابع للحرس الثوري الايراني؟ هيدا الاسئله خلينا نطرحها لبعضنا. كيف رح تعملوا؟ كيف رح تواجهوا حزب الله؟ اليوم فتوا بمواجهه مع حزب الله، ما فينا نقول انه بعض الامور وفي تسويه وما بعرف شو، في حوار بعين التينه، اليوم فتوا بمواجهه مع حزب الله، كيف ستواجهون؟ كيف رح تقدروا تواجهوا؟ شو بدكم تواجهوا؟ بتواجهوا بالسعودي وبالامريكاني، وحتى بعض بيتهمكم انكم بدكم تواجهوا بالاسرائيلي. خلينا نطلع على مدى 12 سنه الماضيه. المواجهه قائمه ومفتوحه. حزب الله كان عم يغتال قيادات، او على الاقل تهم باغتيال قياداتنا، وفي محاكمة قائمة، وفي ميشيل سماحة، وفي تفجير المسجدين، والى ما هنالك في مواجهة. نحن اصلا بمواجهة، ومواجهة يسقط فيها مئات الشهداء والجرحى والوضع السياسي مثل ما نحن شايفينه. مواجهة قائمة، الادوات اللي بين ايدينا محليا هي هذا اللسان اللي بيطلع لهم، ما في اكثر من هيك. وبعتقد منه شيء بسيط، هيدا منه شيء بسيط، يعني هيدي عمليه مقاومه جديه. اما حزب الله الاقليمي فالمواجهه معه على المستوى العسكري مواجهه اقليميه. هن يدبروا حالهم، ما بعرف كيف بدهم يدبروا. بس هل يكون لبنان ساحه مواجهه عسكريه كمان مره جديده؟ منه اول مره، من اول مره. يعني عمليا سنه 2006 المواجهه العسكريه اللي صارت، انا بالنسبه لي مش بين اسرائيل وبين حزب الله، حقيقه هي ايران عم تقول للعالم كله تسوى، انا زراعي طائله وبقدر خرب الوضع باي محل من العالم. فعمليا لبنان ساحه مفتوحه، وباي لحظه ممكن يتسبب فيها هذا الصراع القائم لانه يتدمر. إيه بس شو موقفكم هالمرة إذا بصير في أي هجوم عسكري على حزب الله؟ تقفون في صف من يهاجم؟ ما بعرف، لا ما رح نوقف بصف حدا نحن. نحن عسكري، لا بصف اللي بيهاجم ولا بصف المهاجم. لا نحن برجع بأكد لك، نحن ما رح نقاتل بالسلاح. نقطع السطر لبناني. حتى بالموقف، بالموقف حسب، ما بعرف كيف رح يكون الوضع. بالتأكيد لن يكون هناك تعاطف مع حزب الله، لا بالسياسة ولا شعبي، ولا شعبيا. يعني سنة 2006 تجربة اللي قمنا فيها، يعني بعنا كل شيء حتى نقدر نخفف من الأذى اللي تسببه حزب الله بهذاك الوقت على جمهور حزب الله. وعمليا نشوف بالمقابل شو اللي صار، ما أكثر من هيك. السوريين اللي استقبلوا
جمهور حزب الله سنة 2006 بمضايا وبالزبداني وبهيدي المناطق كلها تسوى. شوف شو عمل حزب الله فيهم، هجرهم، جوعهم، ولادهم عم يموتوا من وراء الشغلة هيدي. هيدا عمليا درس خليهم يعرفوا. بس بالنهاية ما بعرف هؤلاء مواطنين لبنانيين يعني بالآخر. خليني أقول لك ليك، إذا يعني أنا المقاتل في حزب الله هو مواطن لبناني عنده عائلة بلبنان، الموظف في حزب الله كله هن، خليه يتذكر هالشيء من النسيج اللبناني هن. آه صحيح، خليه يتذكر هو هالشيء هيدا. لماذا يقاتل من أجل إيران؟ ليش عم يكون هو، هل هو بسوريا محل ما عم يقاتل؟ هو مواطن لبناني ولا شو؟ إذا التقت مصلحة اللبناني في حزب الله مع مصلحة الإيراني في مواجهة التكفيريين مثلا، ماشي، هذه مصلحة يعني تسبب ضرر للوقت. هذه لحظة تاريخية عمليا. بس أنا مثلا أنظر إلى حزب الله بأنه هو حزب تكفيري مثله مثل بغدادي. قد تلتقي مصلحتي بهاللحظة هذه ساعتها مع قوة أخرى بمقاتلة العدو التكفيري اللي اسمه حزب الله. عمليا فتنا بالحيط. شو هالحكي هذا؟ السؤال هو هذا أخي اللبناني، أنا أخي بحزب الله طالما هو لبناني وقاعد وعم نشتغل لمصلحة البلد، أما إذا بيشهر السلاح ضدي بقلب البلد وبيروح بيقول أني أنا ميليشيا عابرة للحدود أو جيش عابر للحدود أو قوى عابرة للحدود، طيب شو عم يعمل اللبناني اللي بحزب الله بسوريا وبالعراق وباليمن؟ أنا هذا اللي عم أسأله إياه. هذا اللي تسبب المشكلة هلأ. هلأ المشكلة الحالية مش لأنه حزب الله كان قوي، موجود كان كل الوقت، والناس صحيح على قلبي أنا بشكل شخصي لعقيدة حزب الله ولطريقة تفكيره أنا بعتبرها أنه كانت مشكلة كتير كبيرة. لكن اللي أثار الزوبعة كلها تسوى هو خروجه من قلب البلد ودخوله إلى بلدان أخرى. أنا السؤال أنه أنا هلأ إذا بدي أقف مع حزب الله بسوريا ضد مين؟ هل هو قاتل؟ بدي أسألك بس يعني حتى رئيس الجمهورية قال أنه في 83 دولة عم بيقاتلوا بسوريا، ما بنشوف إلا حزب الله عم بيقاتل هونيك. أنا اللبناني ما هيك؟ وأخي اللبناني شو عم يعمل أخي اللبناني هونيك؟ أنا قمت ضد الناس اللي راحوا قاتلوا مع المقاومة السورية ضد بشار الأسد بهذيك الوقت. أنا ضده، أنا قمت وتعرضنا للنوع من الأذى على المستوى الإعلامي وغيره. طيب إذا هيك شو أنت عم تعمل هونيك؟ شو عم يعمل هو هونيك؟ هذا هو السؤال. طيب اليوم كيف بتواجهوا حزب الله؟ يعني كيف ستواجهونه؟ بس بالكلام؟ أنا ما عندي شيء غير هالشيء هذا. إذا بدي أقول لك أنه والله عم حضر مجموعات سرية للمقاومة، ما أنا شغلتي هيدي، ما بعرف. أنا ما عندي شيء غير هيدا. عظيم. امبارح كمان الدكتور جعجع بخلال حديثه يعني ونفهم كأنه يعني هذا الحديث اللي قاله أنه كأنه يعني له علاقة بالرئيس سعد الحريري، وكأنه يمكن حكي هو الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع، ما جرى في عملية فجر الجرود وكيف أنه حزب الله تم الصفقة مع داعش وتم إخراج المسلحين من هناك. طب الرئيس سعد الحريري طلع قال أنا كان معي خبر وأنا ورئيس الجمهورية اللي تبنينا هيدي القصة. طيب كيف منقول هذا الكلام وبعدين منقول حزب الله يقوم بممارسات غير مقبولة على الأراضي اللبنانية؟ خليني أقول لك، رئيس حكومي يغطي حزب الله. صحيح. رئيس الحريري بلحظة من اللحظات كان فايت بالتسوية الرئاسية إلى الآخر. وبصراحة في كتير وعود انطرحت بهذه التسوية. أول هذه الوعود كان بين القوات اللبنانية وبين التيار الوطني الحر، بذكرك بالبنود العشرة. يعني أنا هلأ كملتزم ب14 أدار بتمنى أنه تكون هيدي هي الشعارات اللي مشيوا عليها. هيدي جزء، وحقيقة جزء من النقاش بين الدكتور سمير جعجع وسعد الحريري بالخصوص، وهيدي شغلات بعرفها، كانت أنه هون بهالنقطة هيدي، وكان الخيار انه طيب خلينا نقطع مرحلة بمرحلة، لانه عمليا ما فيك انت تفوت بجدل حول داعش بالذات، مع انه انا قناعتي من مش قناعتي حقيقة اثبتت المعطيات اللي شفناها بمواجهة داعش اللي مصر ولا مرة حزب الله ما تواجه عسكريا مع داعش باي مكان ولا مكان، لا بسوريا ولا بلبنان. والدليل حقيقة انه الجيش اللبناني تواجه مع داعش، حزب الله استقبله لداعش وسهل له طريقه وبفتح له الطريق ومع السلامة وطلع وخلينا نوصلك محل ما بدك تقاتل بمكان آخر. طيب هذا شو بيقلي؟ أنا بالنسبة لي
الجزء الأكبر من داعش هو تركيبة مرتبطة بنظام بشار الأسد بالمالكي وبحزب الله. إذا بدك هذا الانطباع اللي طلع عندي، وخلينا نناقش الموضوع والدليل على الأرض لا صارت مواجهة جدية مع داعش. عم نشوف دكتور علوش بس أنه قائم بالأعمال السعودي وليد البخاري عم بيزور دار الفتوى وعم يلتقي المفتي عبد اللطيف دريان. طبعا يعني لفتي هذه الزيارة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وراح يكون فيها يمكن أكيد بحث بهذا الموضوع وما سيلي. يعني طيب بإطار الكلام عن هذه الزيارة وما سيليها، هل يعني نوع من أنواع مقاومة حزب الله ستكون في تشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني مثلا هل تقبلون بأي شخصية سنية لتشكيل الحكومة العديدة؟ إذا كانت الحكومة ستكون تحت رعاية حزب الله أكيد نكون بالمعارضة. إذا هل ستتوفر أي شخصية سنية لتشكيل الحكومة؟ يعني بعد الموقف الصادر بهذه القوة عن المملكة العربية السعودية وهذه العناوين الكبيرة التي طرحت في استقالة الرئيس سعد الحريري، هل هناك من شخصية سنية قادرة على القيام بهذه المهمة؟ أول شيء خليني أقول لك الشخصيات ذات الثقل بهاللحظة هيدي بتكون عم تمارس الانتحار السياسي إذا بتروح، وطبعا بتتعرى. لكن على الأرجح سيسعى حزب الله إلى الزيادة بالبهدلة بأنه يجيب شخصية يعني ما لها أي قاعدة ربما من شان أنه يوكلها بهالمرحلة هيدي. هل ستحظى ب يعني رح يكون في تكليف وتأليف؟ هيدي مسألة بعدها بالنسبة لي علامة استفهام. لا استغرب أي شيء بصراحة. يمكن هالشيء يحصل، خاصة أنه الموقف اللي صدر عن الأستاذ وليد جنبلاط مبارح ما كان حاسم، كان في غيمة أو غمامة، ماني عارف شو رح يصير. إلا عم يدور الزوايا شو بده كمان بس إلى المزيد من المواجهة مع حزب الله؟ لا أنا ما عم أقول هالشيء هيدا، أنا ما عم بطرح هذا الموقف. والقمصان السود سنة 2011 أدوا إلى إنشاء حكومة، لأنه يعني عمليا بالأكتريات النيابية الموجودة هلأ البيضة الإبان اللي بتميل بين أنك تقدر تعمل حكومة ولا ما تقدر تحكم الحكومة هي الأستاذ وليد جنبلاط. طيب أنتوا يعني بتعتقد أنه مثل ما قلت أنه الشخصيات السنية الوزنية لم تقدم على هكذا خطوة؟ أنا ما عم بجزم ولا أكون حازم بهالموضوع هذا، لأنه بعض الأحيان إذا أنت قلت يلا أنا بضرب هالضربة بعمل رئيس حكومة وأنا فرقانة معي ما بعرف. لكن عمليا يعني بطرابلس مثلا، هل يعني الرئيس مئاتي هل برأيك يستطيع القيام بهكذا خطوة؟ هل وزير الصفدي يستطيع القيام بهكذا خطوة؟ طبعا اللواء أشرف يفكي متشدد أكتر منكم أكيد لن يقدم على هكذا خطوة إلا إذا كانت حكومة مواجهة، وما بعرف حكومة مواجهة ما بتوصل يعني ولا ممكن توصل. صحيح، لهيك عمليا بالتحليل المنطقي والتحليل الموضوعي بعتقد أنه لن يكون هناك شخصية ذات وزن وذات تاريخ وذات مستقبل، لأنه يمكن يكون إلا تاريخ وما يعود إلا مستقبل، لأنه بالنهاية ما انتهى العالم هون ولا هاللحظة هذه، لأنه في بعدين بدك تفكر كيف مين بده ينتخبني وانتخب الناس، لأنه بعدنا عم نفكر أنه في انتخابات يمكن إذا تأجلت بدها تصير بعد شهر وبعد شهرين، وإذا ما تأجلت بدها تصير بوقتها. الموقف بهاللحظة هذه هو أيضا بينعكس على شو رح يكون، يعني إذا في انتخابات بعد 5 أشهر عمليا تنتهي الحكومة بعد 5 أشهر. هال5 أشهر هل بيستاهلوا أني أقضي على مستقبل كامل؟ ما بعرف، هذا عم نحكي على الشخصيات ذات الوزن. أو أنك تصير عليك لائحة يقول هذا تابع لحزب الله بقلب البلد. هذا اللي منقوله. أما أنك والله تقدر تختار مين مكان وتحطه وتقول أنه هذا رئيس حكومتكم يمكن، لكن هيدا بتعرف شو معناته، هيدا المزيد من الأمعان بالفرقة وبالإشكال لدرجة أنه عم تحكي عن انفصام كامل بالله صحيح. ما هون يعني إذا كان هناك حكومة موالية لحزب الله 100% هذا الأمر ليس بمصلحتكم. يتفضلوا لا ما عندنا مشكلة، خليني أقول لك شغلة، يعني هذه حكومة ستمارس الحكم وأنتم ستكونون بمواجهة معها وليست مواجهة بسيطة، يعني مش أنه مواجهة مختلفين على ما بعرف شو مختلفين على 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 أمر أساسي. أنا مع أن يكون في حكومة إذا بدها تكون كاملة المسؤولية عن كل شيء،
خلينا نطلع من المواربات ومن التقية. نحن كنا السلطة الفعلية، السلاح اللي هي أهم شيء استعمال السلاح موجودة بمال، والحكومات من سنة من بعد اتفاق الطائفة للآن موجودة بمال آخر. عمليا خلي هذه الحكومة التي تملك السلاح هي اللي تحكم. هي تطلع قدام الأستاذ تقول له ما أمنت لك سلسلة الرتب والرواتب. هي تطلع قدام الاقتصاديين تقول لهم ما تواخذوني نحن مجتمع مقاومة. لشو أنا أتحمل مسؤولية أنه أنا مسؤول عن جزء اللي بيسود الوش؟ شو ليش تحملتوها؟ لأنه عمليا كان في أمل، كان في أمل أنه هالشي ما بدي أترك البلد دي فرفت بالوقت اللي المسائل الأخرى. دكتور علوش، من سنة 2005 لسنة 2017 كل هذه التجارب لم تعلم سعد الحريري؟ دايما بالسياسة بيقلك في فرصة جديدة يمكن تكون هيدي سانحة لحتى نقدر نغير، أو على الأقل نخلي الأكسجين موجود. أنا من الناس اللي عم قلك كنت من الأساس قلو حبيبي ما تفوتوا بحكومات، اتركن خلي يسود وشه، هو خلي هو يفوت بالحياة. مش صحيح انه يا حكم كامل يا انت الحكم مسؤوليته كاملة، او يعني حتى بحكومات ائتلافية. يعني خلينا نقول نحن ببلد نقول انه ما بتزبط الا الحكومات الائتلافية، لكن ضمن الحكومة الائتلافية بدل انت مشارك بالحكم لكن القرار العسكري والسياسي ولا مناخ بمكان اخر. طيب كيف هالشيء؟ القرار الاساسي بمكان اخر طبعا هذا القرار، لانه عمليا انت مش صحيح. انت هلا يمكن انا ابدي صروح من الاقتصاد وحط برامج تطلع متفجره بمكان من الامكنه، متفجره وحده تلغي لك كل البرنامج تبعك اللي عم تحكي عني. كيف اني انا قادر خوض حرب مثلا؟ كيف اني انا قادر المستثمرين اللي انا عم بتمنى انه اجي جيبهم تقول لهم انه انتم يا حبيبي عملاء للصهيونيه مثلا؟ عمليا هذا هو الاشكال. خلي اذا بده يالف حكومه ويتحمل كامل المسؤوليه، انا بعتبر انه هذا حقيقه لاول مره رايحين على السكه الصحيحه نتواجه على الاساس. طيب خلينا نخت بريك علينا ومتابعين لكم سعيد. ونعود لمتابعة الجزء الأخير من هاركم سعيد من الـ LBCI مع القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. فإذن يعني أنت بتفضل أنه خلي حزب الله يكون هو اللي حاكم، خلي يحكم وهو يواجه، صح يواجه اللبنانيين ويواجه المجتمع الدولي، يعني عمليا الدول العربية كل يواجه. ما أنت يعني أنا أذكر حسن نصر الله طلع بأكثر مناسبة يقول أنا فيني أحكم منطقة 100 مرة أكثر من لبنان. طيب حبيبي تفضل، في عندك معاشات، في عندك اقتصاد، في عندك زبالة، في عندك طرقات، في عندك موانئ، في عندك كل هالقضايا هيدي. اتفضل يا حبيبي طالما قادر تحكي محكمة. انتو يا بتعتقدوا انه هذا السلاح هو افضل سلاح لمواجهة الحزب؟ لانه متى حكم الدول العربية والمجتمع الدولي يعني رح يواجهوه، بس كمان بالاخر رح يطلع الشعب اللبناني هو كبش المحرقة. بالأساس الشعب اللبناني هو كبش المحرقة. يعني نحن السم اللي عم تشربه بشكل يومي بوجود هذا التنظيم المسلح هو عمليا عم يتكامل بجسمك، وبيوم بده يقتلك، بيوم بده يقتلك. كل المحاولات لأنك تاخد جرعات مضادة للسم على مدى السنوات الماضية بالآخر وصلتك لهالمكان هيدا. طيب يا حبيبي خلص تفضل عمل تجربتك وخلي الناس. انا بصراحه اكثر شيء بيهمني بهالموضوع هذا مش الناس اللي ضد حزب الله ولا الناس اللي محايده تجاه حزب الله، الناس اللي مع حزب الله. الناس اللي مع حزب الله ليش بهموك يعني؟ بتعرف ليه ليش بهموني؟ هو لانه هو المكون البلد. الناس اللي مع حزب الله يعني اللي بيسميه جمهوره. ما عم بحكي على الناس اللي بيطلعوا بيقولوا لبيك. عم اقول لك المره اللي ببيتها وعده انه انا ببعث لك فدا صباطك، ببعث لك ولد تاني من عندي. هيدي اللي عم قلها، عم قلها عمي لوين رايحة. بس شو بيتغير عندها إذا حزب الله استلم الحكم في لبنان وهو استلم الحكم؟ ماذا سيتغير؟ بالعكس رح بيشوفوا يعني أنه هذا انتصار جديد تحقق. عظيم عظيم. أول نهار تنتشي بالانتصار، تاني يوم بتحتفل بالانتصار، تالت يوم تتذكر أنه أنا بدي روح على المدرسة.
رابع يوم بتقول انه معاشي باخر الشهر، خامس يوم بتقول تراكمت الزبالة قدام بيتي، سادس يوم عمليا نشوة الانتصار هي موجودة، كل العالم تفرح فيها. الناس الواقعيين هن بيقولوا طيب ماذا بكرة، ماذا بعد بكرة. انا برأيي اذا نجح وقدر حكم هالبلد انا بهلل له بكبر له بقول له حبيبي انا لبيك كمان. لكن بالنهاية التركيبة، تركيبة هذه الأحزاب بالعالم كله تسوى فشلت. التركيبة العقائدية، تركيبة الفكر وطريقة التفكير عمليا. وبالأساس بالأساس خليني أسألك سؤال، على مدى من سنة من وقت اللي دخل حزب الله على الحكومة على الحكم من خلال الانتخابات وعلى الحكومة من سنة 2005 اللي شيء مشروع رؤيوي اقتصادي تقدم من حزب الله؟ بدي اشير بس قبل ما كنت تابع وياك الى انه اللقاء بين القائم بالاعمال البخاري وسماحة مفتي الجمهورية انتهى دام 10 دقائق وغادر البخاري من دون اي تصريح. يعني نشوف انا ما بعرف شو دار، لكن ما في يعني اي رؤية عند الحزب. لا 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 لا, لا انا عم بحكي شو هلا يمكن اذا عنده برجع بالنهاية انا مني عقائديا ضد حزب الله، عقائديا ضد عقيدته، لكن إذا نجح بإدارة الحكم ديمقراطية محفوظة والحريات محفوظة والاقتصاد عم يزدهر والبلد حقيقة قادر يواجه إسرائيل واعتداءاتها وقادر يحمي إلى آخره كلها تسوى، ساعتها أنا رأيي ما بيعود مهم، ساعتها المواطن هو اللي بيقرر أنه هذا مفيد لإله ولا لا. طب الرئيس سعد الحريري يعني برأيك خلص فينا نقول انه لن يعود رئيسا للحكومة بهاللحظة هيدي؟ اكيد لا، اكيد لا، طالما الظروف هي ذاتها ما بعتقد انه في منطق، لكن قد يكون هيدا مقدمة لظروف اخرى. برجع بقولك انا مش هاجسي انه يكون سعد الحريري رئيس حكومة. أنا ما عندي مانع أنه يكون سعد الحريري رئيس تياري واللي أنا بتبعه إلى آخره، أنه يكون مواطن لبناني رئيس حزب ما عندي مشكلة، ولكن الحكم قائم بشكل رشيد وبشكل حماية البلد وتأمين الاقتصاد. يعني فكرة تيار المستقبل اللي بتهمني يكون بإدارة الحكم، مش شخص سعد الحريري يكون بالحكم. هلأ في تواصل معه للرئيس الحريري؟ يعني بهال أنا ما تواصلت معه على الأقل، بس أكيد القيادات الأخرى اللي عم يتواصلوا معه وعم يحكوا معه أكيد. هلا فيني انا امسك تليفون واتصل فيه محل ما هو، بس بالنهاية ما يعني ما كتير شيء بغير الموضوع. انا شاعر شو مسؤوليتي وعم اقوم فيها، وبصراحة ولا مرة اتصلت او نادرا ما اتصل فيه لأسأله شو لازم احكي وقت اللي بدي اطلع، ونادرا ما يتصل فيني الا بحالات استثنائية ليقول لي لشو تتحكي هيك. طيب اتصالات تيار المستقبل اليوم مع المملكة العربية السعودية، يعني في اتصالات الى جانب يعني وجود الرئيس الحريري بالمملكة حاليا، ولا بس ما في اي اتصال؟ ما حدا استفسر عن شيء؟ ما حدا سأل؟ يعني هلا الوزير المفوض البخاري كان عند المفتي، وعلى الارجح في تواصل، بس هلا كيف شكله على المستوى الدبلوماسي او غيره ما عندي فكرة اذا هالشيء قائم. دائما بغض النظر القنوات دائما بتضل موجوده، معظمها ما بتكون منظوره، ما بتكون انت شايفها، لكن موجوده. يعني مع داعش كان في قنوات واهيه بوقت الموات، ويبدو انه حزب الله كانت القنوات بوقت الموات، مع النصره كان في مفتوح الخلاف بين الامريكيين والفيتناميين الشماليين، كان في قنوات مفتوحه كل الوقت. لهيك ما بعرف شو اللي صاير بهاللحظه هذه. طيب اليوم يعني انتم بتيار المستقبل يعني بتشعروا انه في ضياع اليوم بمحل من المحلات بعد اللي صار مع الرئيس سعد الحريري، ام لا بالعكس بتحسوا انه هناك تماسك وانه لا الامور متماسكه اكثر، بس انه بالنهايه سعد الحريري موجود بالمملكه العربيه السعوديه وانتم موجودين هون على الارض؟ الضياع كان حقيقه قبل، هلا استقامت الامور على الاقل على المستوى السياسي. انت صار منك مصاب بانفصام الشخصيه، منك مصاب بانه والله انا بدي دل سير واقبل وابلع الموس والى ما هنالك. هلا بتقلي نعم يجب ان يكون رئيس الحريري
بلبنان. امتى هاللحظه ما بعرف امتى رح تكون، لكن بالتاكيد تجربه سنه 2011 الى 2016 كانت فاشله. البقاء خارج لبنان. نعم. يجب ان يكون رئيس الحريري على الارض. والظروف تتيح له العوده؟ ما بعرف اذا الظروف الامنيه تسمح، لكن حتى لو كانت الظروف الامنيه فيها محاذير في خيارات كبرى انه يقدر ياخذ الواحد حتى يامن الحمايه. طيب اليوم يعني بعد ما صار كل هذه الامور هناك الكثير من الاستحقاقات يعني التي تواجه الشعب اللبناني والدوله اللبنانيه، كيف في استحقاق الانتخابات النيابيه؟ هذا الاستحقاق برايك بعده قائم او انه لا اللحظه هيدي في خمس اشهر من هلا لوقتها؟ هل سيحدث هلا؟ طبعا، لكن نحن بنعرف انه الجدل لا يزال قائم على كيفيه اجراء الانتخابات. يعني كان نهار اللي راح الرئيس الحريري كان في مختلفين على كان الأمور. مترأس اجتماع للجنه تطبيق امن الانتخابات وخرج من الاجتماع وغادر. يعني عمليا اذا توقفت النقاشات لفتره من الزمن فقد يعني هذا انه الجدل هذا اللي بده يوصل لنتيجه ما بيكون وصل لنتيجه. ما بعرف، ما بقدر أقرر ولا حتى لا ما بدي التزم بشيء يقولوا لي عني الناس انه انتوا لانه انتوا ما بدكم تعملوا انتخابات لهيك استقال من الحكومه مشان تاجلوا الانتخابات لانه بدكم تخسروا الانتخابات. بتعرف هيدا الاستنتاجات الطبيعيه عند اللبنانيين. انا بعتقد بهاللحظه هيدي انتخابات جاريه بعد خمس اشهر. مين بده يعملها؟ حكومة تصريف الاعمال؟ اعمل لك اذا حكومة تصريف الاعمال فيها تعمل الانتخابات بحق لها حسب القانون، لانه هذا استحقاق واضح. وفي كثير احاديث خنفشاريه كانت تقول بالاول فيها وما فيها، لا فيها اكيد تقوم بهالامور هذه. لكن عمليا بعدنا نحن لم نتفق على كل التفاصيل، تفاصيل عن حاليا الاجرائيه والاداريه، ما عم بحكي عن التفاصيل السياسيه. بالتأكيد على حدث ولا حرج، هلا انكسرت كل الحلقات اللي كانت مرسومة أو على الأقل متخيلة لتحالفات انتخابية على بالانتخابات القادمة. لكن على الناحية الإدارية بدون وجود حكومة عم تناقش هالموضوع هذا، كيف فيك تروح على إنهاء الأمور هيدي؟ بالناحية النظرية ومن ناحية الموضوعية أيضا، نظرية وموضوعية، بعتقد أنه قد تكون الانتخابات بعالم الغيب بهاللحظة. اليوم وزراء تيار المستقبل رح يواصلوا تصريف الأعمال أو أنه كمان يعني في إطار المواجهة سيعتكفون عن عملية تصريف الأعمال؟ لا، تصريف الأعمال يعني من واجباتهم، ما فيهم ما يصرفوا الأعمال. لا يعني ما بعتقد أنه هذا يعني كيف الباكج. في بعض الأوقات يعني بإطار تصريف الأعمال أو بإطار العمل الحكومي ممكن من وصفهم الرئيس سعد الحريري بذراع إيران في المنطقة أو أذرع إيران في المنطقة ممكن يستفيدوا من عملية تصريف الأعمال. يعني كيف يتوافق؟ ما بعرف. يعني حزب الله ممكن يستفيد من عملية تصريف الأعمال؟ على الأرجح بالقطع رح تكون القصة، على الأرجح بالقطع، بس ما بعرف شو هي الإطار اللي رح يكون، ما فيني أدعي كيف رح يكون. لكن تصريف الأعمال هو أمر واقع هلأ بهاللحظة هيدي. شو هو الحدود تبعه وخيارات الوزراء بهالقضية هيدي؟ ما بعرف لحد هلا. طب انتو كتيار مستقبل في حاليا اي تحركات اي اجتماعات يعني لحتى تقيموا الوضع وتشوفوا شو ممكن ينعمل، ولا انه لا يزال هذا التيار تحت الصدمة الاخر الاستقالة؟ صح يعني كانت صدمة لتيار مستقبل. صحيح. خلال يعني بدي اتذكر الكل انه 24 ساعة لم تمر بعد، يعني تقريبا بعد شيء 22 ساعة القضية عمرها. أكيد خلال هالأسبوع هيدا رح يكون في عنا لقاءات وحوارات في الكتلة، تجتمع نهار الثلاثة في المكتب السياسي، عنده اجتماع الأسبوع الجاي، وأيضا المنسئيات رح تكون بحالة انعقاد خلال الأسبوع الجاي لمناقشة الوضع. طيب اليوم يعني ما بتخشوا من اندلاع أي مواجهة في الشارع على خلفية هذا الموضوع؟ لحسن الحظ انه الطرف الاخر غير مسلح. هلا مواجهات وخبيط وضرب وهيك شيء ما بعرف، غير مسلحين. طيب. يعني لحسن الحظ انه نحن طرفنا غير مسلح، والا عمليا كنا فتنا بالحرب الاهليه من زمان. طيب خليني انت لأصر بعبدة مع زميلتنا هدى شديد يلي موجوده بأصر بعبدة. نهارك سعيد هدى. نهارك سعيد بسام لك ولضيفك وللمشاهدين.
يعني هدى، ما هي التدابير التي يعني يفترض أن يبدأ رئيس الجمهورية باتخاذها، وهل اتخذ القرار ببدء هذه التدابير التي لها علاقة باستقالة الحكومة وأولها الاستشارات النيابية الملزمة؟ حتى هذه اللحظة بسام، كما علمنا أو كما فهمنا في قصر بعبدة أن رئيس الجمهورية ليس بوارد البت باستقالة الرئيس سعد الحريري، لا سلبا ولا إيجابا، قبل عودة رئيس الحكومة من المملكة العربية السعودية وفهم أسباب هذه الاستقالة التي ما زالت حتى هذه اللحظة مدار تساؤلات، لماذا أعلنت من المملكة العربية السعودية وليس من بيروت. في هذا الوقت رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يتابع اتصالاته مع الوزراء المختصين، مع القيادات الأمنية، وفي أكثر من اتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي. إذن نحن بانتظار يعني معرفة هل سيكون في بعبدة اليوم لقاءات، في وقت أن كل المشاورات والاتصالات مفتوحة في كل الاتجاهات من أجل معرفة أسباب هذه الاستقالة، أو يعني معرفة أيضا الخطوات التي يجب أن تتخذ في أعقاب هذه الاستقالة، بعدما كما ذكرت بعد الاطلاع على أسباب هذه الاستقالة وملابسات إعلانها من المملكة العربية السعودية وليس من بيروت. وفي هذا الوقت يعني المعلومات تشير إلى أن موعد عودة رئيس الحكومة إلى بيروت ليس معروفا بعد، ولا علم لأحد بهذا الموعد إذا كان قريبا أم بعيدا أم أنه سيعود أم لا. كل هذا يعني إذا جاز التعبير الضبابية في المشهد تنتظر موقفا أو اتصالا أو عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت ليبنى على الشيء مقتضاه، كما كانت ردة الفعل الأولى من بعبدة في أعقاب إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من المملكة العربية السعودية. إذن يبدو أنه حتى الساعة لا اتصال ثانيا تم بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشيل عون، لأن موعد عودة الرئيس الحريري ليس معلوما بعد. يعني هدى، هل حصل أي اتصال هاتفي بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري، وهل حاول الرئيس ميشيل عون يعني مجددا الاتصال بالرئيس سعد الحريري ولم يوفق به؟ هل حاول رئيس الجمهورية الاتصال بالرئيس سعد الحريري؟ لا علم لدي في هذا الموضوع، وهذا يمكن أن نتأكد منه، ولكن الواضح إذا لم يكن هناك من موعد لعودة الرئيس الحريري أو من معرفة لموعد عودة رئيس الحكومة، هذا يعني أن لا اتصال ثانيا قد تم بينهما. الاتصال الأول تم كما علمنا، تم في أعقاب إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته أو بيان استقالته من المملكة العربية السعودية، ولذلك كل الخطوات التالية يفترض أو تنتظر عودة رئيس الحكومة إلى بيروت ومعرفة ملابسات أو أسباب هذه الاستقالة التي أعلنها من المملكة دون أطلع أحد عليها في بيروت قبل مغادرته العاصمة اللبنانية. شكرا لك هدى، وعلى كل حال رح نكون معك نحن في حال سجل أي تطور جديد من قصر بعبدة. كمان دكتور علوش، بدنا ننتقل مرة جديدة إلى دار الفتوى مع زميلنا يزبك وهبي. يزبك، يعني صار اللقاء بين المفتي عبد اللطيف دريان والقائم بالأعمال السعودي ولم يكن هناك من أي تصريح، هل هناك تطورات أو مستجدات أخرى في دار الفتوى؟ نعم، يعني هذا اللقاء بسام دام لعشر دقائق فقط، يعني الأهمية تكمن في أن اللقاء لم يدم طويلا، يعني ما إن دخل حتى جلس لبعض الوقت مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن ثم غادر القائم بالأعمال الوزير المفوض وليد البخاري الذي كان يرافقه المستشار السياسي في السفارة السعودية ماجد أبو العلا. رفض الإدلاء بأي تصريح وبأي سؤال واكتفى بالابتسامة فقط. نحن في انتظار يعني موعد آخر عند 12 ظهرا، قيل لنا أن هذا الموعد هو موعد مهم، لم نعرف من هو، هل هو من الحكومة أحد وزراء الحكومة، هل هو أحد الرؤساء السابقين للحكومات، هذا ما نتوقعه، ولكن نحن في الانتظار. كذلك ربما ستصدر بعض المعطيات أو الأجواء عن دار الفتوى حول ما حصل مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أجواء الاستقالة، موقف دار الفتوى، وإن كان المجلس الشرعي الإسلامي قد اكتفى بسطر بالأمس أسف فيه لهذه الاستقالة. يعني نحن في انتظار ما سيطرأ، أكان من بيان أو موقف أو معطيات من دار الفتوى، وبانتظار الضيف الذي سيزور هذا المقام بعد نحو نصف ساعة تقريبا. بسام، شكرا للزميل يزبك، كمان رح نضل معك متابعة كل التطورات الحاصلة في دار الفتوى. طيب في شيء هيك يعني غريب
مفارقة أنه رئيس حكومي يستقيل حسب ما بتقول زميلتنا هدى، أنه صار اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، ولكن اليوم لليوم رئيس الجمهورية بيقول أنا ما نعرف شو أسباب الاستقالة. يعني ألم يكن بإمكان الرئيس سعد الحريري أن يوضح لرئيس الجمهورية بهذا الاتصال الهاتفي الأول إذا كان قد حصل، ما بعرف، بس أنه يوضح يعني بالفعل أسباب الاستقالة ويقول له للرئيس يعني أنه يمكن أنا ما بقى بدي خلاص. هل الأرجح قال له بس أنه مش بالضرورة أنه يكون الرئيس الجمهورية صرح بكل شيء قال. اصلا اللي قاله الرئيس الحريري قال وبين الاستقاله بهالخصوص هذا كافي برايك؟ ما لا اكيد مش كافي، خاصه انه حسب ما بين الامر قبيل يعني العلاقه بين الرئيس الحريري والعماد ميشيل عون انطلقت من حوالي 3 أو 4 سنين، يعني من روما لباريس، وحسب ما بعرف انه كان في تفاهمات يعني محددة على كتير من الأمور صارت قبل حتى، وباللقاءات اللي صارت قبل أيضا الذهاب إلى انتخاب العماد ميشيل عون كمان كان في كتير من الأمور، والعلاقة توسعت خلال هالسنة هيدي لأنه الرئيس الحريري حرص وفخامة الرئيس أيضا حرصوا على تعميق هذه العلاقة والثقة. لهيك أنا بنتظر أن يكون الأمور رايحة بهالاتجاه هذا. بعتقد العماد ميشيل عون حريص على أنه يرجع يتفهم الأمور ويفهم الأمور أكثر، لهيك تريس بهاللحظة هيدي وناطر عودة الرئيس الحريري اللي ما بعرف إمتى اللي حتكون ولكن قد تكون قريبة. طيب يعني في شيء يسمى قبول استقالة الرئيس باعتبار أنه يعني بحسب الدستور في بعدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ومن بين هذه الحالات أول حالة واردة بالمادة 69 استقالة رئيسة، هي استقالة رئيسة. هل هون في بعد إمكانية لقبول الاستقالة أو رفضها؟ إجمالا ما في، لا، لأنه عمليا يعني بالدستور القديم ربما كانت هالأمور واردة، لكن عمليا بهاللحظة هيدي لأنه الحكومة أصبحت جسم مستقل بحد ذاتها، بعتقد لا ما في مجال إلا إذا هو تراجع عنا. إذا ما قبل الرئيس وتراجع عنا قبل قبوله، مجرد ما يقبل الرئيس ما بقى في مجال للتراجع. يعني هذه الاستقالة استقالة حتمية لحد هلا ايه، وبعتقد المعطيات تبعتها منها لعبة، يعني انك انت بهاللحظة هيدي يمكن تحرد وتقول انا اعتكفت، لكن لما بعمل استقالة وبالوقت ذاته في عندي حرب عمليا قائمة. يعني هالكلام اللي حكيت سمعناه امبارح هو منو بقى في مجال للعودة الى الوراء فيه. طيب ممكن يكون في شيء اطلالي للرئيس الحريري قريبة، يعني على الارجح اذا 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 كل الامور جيدة ولم تتكرر الانباء عن هو ضمن اقامة جبرية وانه هو بالتأكيد لح يصير شيء يعني خلال الاسبوع هذا. الناس بيقولوا موقوف، ما بعرف يعني خلي أنا ما بدي دافع بشكل أعمى عن الموضوع هذا، ما بعتقد ولا ممكن هالشي يصير. يعني عمليا بالنهاية أنه بدأ تظهر الأمور للعلن، أكيد بدأ تظهر الأمور للعلن. المملكة أنه مستعدة تقول أني أنا موقف رئيس حكومة ببلد، ما بعتقد هالشي. ليش تطلع هيك الأنباء؟ ليش تصدر هيك؟ لا هيدي بتعرف نحن كتير منحب القصص هاي، منألف روايات. يعني الواحد منا بيطلع بيكون سامع خبرية من هون، بيوصل على بيته بيخبر على الطريق لشي 10 أشخاص، كل واحد بيروي روايته بهالموضوع هذا. طيب بالسياسة اليوم إلى أين نتجه؟ بالسياسة إلى خلط إعادة خلط أوراق كلها سوا. كان في مسار قائم على مدى السنة وشوي الماضية، توقف هذا المسار، والأمور مرتبطة مثل ما حكينا بشو لح يصير خلال الأسابيع الجاية. يعني هذه خبطة سياسية، هلأ صدمة سياسية واللي بدك، تعيد خلط الأمور كلها سوا. لم تخلط الأوراق بعد، أو لح يكون خلال الأيام والأسابيع الجاية إعادة خلط الأوراق وإعادة بناء استراتيجيات على الأساس هذا. الشيء المؤكد هو أنه تيار مستقبل ورئيسه اختاروا المواجهة بدل التسويات. هذا اللي فيه. طب ما تعتبر كمان يعني هذه الخطوة موجهة ضد رئيس الجمهورية، موجهة ضد العهد؟ لا شك بأنه العهد
ما يعني في كمان مسؤوليات كتير كبيرة كانت على فخامة الرئيس ليقدر حقيقة يوفي بالالتزامات معينة غير مكتوبة ولكن تفاهمات جنتلمان ما قدر وصل لها ربما لا بال يعني نعطى كل الخيارات للقضايا الحكومية والقضايا الإدارية ولدرجة أنه حتى القوات اللبنانية احتجت عليها لكن بالمقابل على الأقل موقف يعلن الحياد على الأقل ما قدرنا حسيناه يعني لا منه موقف معالي الوزير الخارجية ولا من موقف الرئيس بتصريحاته اللي بعدها عم تقول أني أنا بعدني معتبر حزب الله أنه حزب ضروري وشرعي وإلى ما هنالك. بس اليوم عم نشوف كأنه رئيس جمهورية متريف يعني أنه عم يأخذ وقته بعدم القيام بأي خطوة لها علاقة بالمسار الدستوري الذي يلي استقالة حكومة. يعني ما عين موعد لاستشارات نيابية ملزمة، ما أخذ موقف واضح من الاستقالة، ما قال أنا معه أنا ضده، وكأنه يعني بالعكس يريد أن يستوعب هذا الموضوع ويريد يعني أن يقول بأنه هو لا يمكن بمقدوره أن يتفهم ربما ما أعلن عنه الرئيس سعد الحريري ببيان الاستقالة. أنا بقدر هالموقف هيدا حتى أكثر. يعني مبارح الأستاذ جبران باسيل معالي الوزير كان عم يحكي خطاب، صحيح المحتوى كان تبعه مش كتير على قدر المسؤولية، يعني كان كتير هيك شوي خفيف، كان عم يخوض حملة انتخابية بالوقت الحدث بمكان آخر، لكن يعني ما كان تعليقه كان حذر، بس قال انه نحن حزينين لاستقالة الرئيس. طبعا عمل لك حذر، هذا حذر، حزينين يمكن زعلانين منه كمان، ما بعرف، لا ما بعتقد، بس كمان ماشي. يعني بقول انه هو الامور الداخلية نحن لازم نستوعبها، يعني عمليا كان حذر. انا انبسطت بهالشغل ردة الفعل، وايضا ردة فعل فخامة الرئيس كمان مريحة على الاقل بعدم الاندفاع وردات الفعل. خلينا نشوف مثل ما حكينا يندرس الوضع من خلال هالايام. ليش انا حذر كمان هلا مثل ما انك شايف من ما عم بقدر يعني شوف الامور الا ما تندرس أكثر القضايا خلال أسبوع على الأقل القادم. ردات الفعل علي خطاب حسن نصر الله اليوم إذا رح يكون في استكمال لكلام الرئيس الحريري، اجتماع كتلة المستقبل، اجتماع المكتب السياسي تبعنا، وأيضا الكتل الأخرى لحتى نشوف كيف رح تكون الأمور بالأسبوع اللي جاي. يعني شو بتتوقع من خطاب السيد حسن نصر الله؟ بتتوقع خطاب تصعيدي أم تتوقع يعني تصعيدي باتجاه المملكة العربية السعودية وخطاب تهدئة بالنسبة للداخل؟ نعم رح يكون بهالشكل هيدا. نعم، وربما أيضا يعني يواجه الكلام اللي قاله الرئيس الحريري بكلام أعلى نبرة يمكن الحديث هذا. خلينا نشوف خلال النهار، لكن مش فجأة رح يصير حزب الله ملاك بهاللحظة هيدي. دكتور مصطفى علوش بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك بالـ NBCI، ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.